معانا كرامات، معانا كاسات شاي، معانا سكاكين، معانا ديكور. تروح تجيب الناي، هاي حقها 50، هاي هي 50، هي هذا كمان هاي حقها 30، في سكين حقها 2. خيمتنا باردة، بتنش مي وقتها بتنزل المطر، بطانيات اللي بيعبيني مي. وقتا بنشتغل بناكل، وقتا ما بنشتغل ما بناكل، عبيع مشان اصرف على اخواتي على البيت. بتذكر الانسي، بتذكر رفقات اللي كنت العب معهم، بتذكر الصف، بتذكر كل شيء، بتذكر وقت طالعنا رياضه نلعب بالطابي. نطلع من الصبح نجي اوقات اداء المغرب، نجي العصر جيت نمشي من 40 كيلو ل 30، انا بمشي كتير ونجي تعبانين. قد استشهد ابوي صوبته وشظيفه راسه، يعني صار يعني يقدر ويش وعاق، تعرضوا لنا العجائي من عمي يبي يروح معنا هيك، يعني شكل انه سلام ماشي معنا، اما يتعرضوا لنا العجائي يقتلونا ياخذوا منا الاغراض. اتمنى انه يعني اولادي يرجعوا للمدارس ويعيشوا طفولتهم، يعني الان هدول ما عندهم طفوله، لان حملتهم الهم من صغر سنهم، يعني صفوا هن يعني مثل اذا كانيتوا يعني مثل الاب يعني في البيت، يعني هن عم يطلعوا بيجيبوا لي لقمه العيش لحتى احسن اصرف على خواتهم وعلي وعلى عمهم هذا الدرويش اللي بارك عندي. حلمي نرجع للضيعه، ادرس بالمدرسه، اصير استاذ، اكبر، نطلع من الخيمه على بيت، عيش حياتي الطبيعية.